بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. نحن أيها الأحباء قد أتينا إلى ليلة الحدث الأعظم، ليلة صلب ربنا يسوع المسيح والفداء والخلاص الذي قدمه للبشرية. بعد أن حيينا أحداث هذا الأسبوع العظيم، لكن كانت عيوننا جميعها متجهة نحو الحدث الأعظم وهو الصليب والخلاص. بالحقيقة الخلاص العظيم والثمين، الخلاص كفكرة ربما كانت في ذهن واشتياقات كل العقائد، حتى العقائد التي لم تؤمن بوجود الله كانت تعتقد أن الإنسان يمكن أن يكون مخلصاً لنفسه، وكانت بأفكار مختلفة عن إيماننا ومفهوم الخلاص في إيماننا المسيحي. لكن فكرة الخلاص كانت موجودة في عقائد كثيرة جداً. ففي إحدى الديانات اليونانية القديمة واللي كان بيعتنقها أفلاطون، كان عقيدتهم إن الجسد اللي موجود اللي الإنسان عايش بيه هو سجن، وكان تطلعهم وعقيدتهم إنه الخلاص حين تتحرر الروح من هذا السجن اللي بتعيشه. والخلاص بالنسبة لهم وفي مفهومهم إن الروح تخرج من الجسد فتحيا في اللا زمن وتتمتع خارج حدود الزمن والجسد. لكن الحقيقة أحبائي أريد أن أتكلم حول وفي منطقية إيماننا في الخلاص، منطقية الخلاص في الإيمان المسيحي وتسلسل أو تطور أو تاريخ الخلاص منذ سقوط الإنسان إلى قيامة ربنا يسوع المسيح. اللي يهمنا إن الحلقة أو السلسلة غير منقطعة. يعني إيه غير منقطعة؟ يعني منذ السقوط والخلاص في ذهن الأنبياء، وقال عنه القديس بطرس الرسول الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء. يعني منذ سقوط الإنسان وتاريخ البشرية وكل رجاء الأنبياء متجه نحو الخلاص المزمع أن يكون. فاللي أقصده في منطقية الخلاص في إيماننا المسيحي هو عدم انقطاع السلسلة. السلسلة منذ سقوط الإنسان والإنسان على رجاء، هل انقطعت السلسلة؟ يعني حدث منفصل ثم جاء المسيح في ملء الزمان مختلف عن ما سبقه؟ إطلاقا. الخلاص في إيماننا المسيحي هو حلقة واحدة منذ سقوط الإنسان وحتى تمام الفداء. والدليل على كده إن في اللحظة اللي سقط فيها الإنسان، كلكم عارفين إن الله لما خلق آدم ووضعه في جنة عدن مع حواء، آدم وحواء، وكانت إرادة الله أن يحيا الإنسان مع الله، ما كانش الله يريد أن الإنسان يخطئ ويسقط ويطرد من الجنة. لكن حصل أو حدث ما حدث، وخالف الإنسان وأغوي وأكل من الشجرة وخالف الوصية وجلب على نفسه حكم الموت. من اللحظة دي وربنا إدى للإنسان علامتين. العلامة الأولى إنه في ذبيحة. حضراتكم عارفين إنه الإنسان لما أدرك إنه عريان وأراد أن يأتذر بأوراق الشجر، وجاءت في وقت هبوب الريح الورق نشف وجال الريح قصر المآذر، فعاد الإنسان عريانا لغاية ما جه ربنا لبسه أقمصة من جلد. والحاجة الثانية الوعد.
الوعد الصريح اللي قاله، قال له من نسل المرأة من سيأتي يسحق رأس الحية، أضع عداوة بينك وبين المرأة. هو بيكلم الحية، أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو اللي هو من نسل المرأة المسيح يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وبالتالي أصبح قدام الإنسان حاجتين. الحاجة الأولى إن في وعد إن من نسل المرأة من سيسحق رأس الحية اللي أسقطت الإنسان. والحاجة الثانية إن في ذبيحة، وبدون ذبيحة لا يمكن أن تستتر، مهما حاولت بمحاولات كثيرة جدا ستعود عريانا. وعلى هذا عاش الإنسان على هذا الرجاء ومتجه نحو الصليب، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء. الخلاص وجد في العهد القديم بس بمعدة ملاحظات هقولهم بسرعة. الملاحظة الأولى، ما كانش دايما مفهوم الخلاص في العهد القديم الخلاص اللاهوتي، الخلاص بمعناه اللاهوتي اللي هو أن يخلص الإنسان من الخطية، أن يتبرر، أن يعيش الحياة الأبدية. ما كانش ده طبعا، لأنه كل ده هيتحقق بمجيء المسيح. لكن كان في ذهن الإنسان في العهد القديم في مفهوم للخلاص، في مفهوم. النقطة الأولى زي ما قلت لكم، ما كانش بالضرورة الخلاص في ذهنه الخلاص من الخطية، لكن استخدم في بمعان أخرى، زي مثلا الخلاص من الأعداء، أو زي مثلا ما يقول الكتاب عن داود، وخلص داود سكان قعيلة من يد الفلسطينيين أعدائهم. كان في عداء بين البلد دي وبين الفلسطينيين، وجي داود خلص ونجاهم انتصر. واستخدم الكتاب التعبير ده، وخلص داود سكان قعيلة من أيدي الفلسطينيين. وبلا شك طبعا مش هو ده الخلاص اللي احنا بنرجوه، مش ده الخلاص اللي بترجوه البشرية، مش انها تخلص من أعداء، أو مثلا الخلاص من السبي، أو الخلاص من فرعون في الرمز الكبير العبور. ويمكن كلمة البصخة، وإحنا بنحيا أحداث البصخة، البصخة معناها العبور، كلمة معناها عبور، وكان الرمز الكبير ليها في ضربة الضربة الأخيرة، والملاك المهلك يرى الدم فيعبر عنكم، وبعديها عبر شعب إسرائيل البحر، ثم هلك فرعون وجنوده. كل ده كان رموز للخلاص، لكن ما كانش ده هو الخلاص المقصود في ذهن الله، لكن كان تمهيد. أول حاجة إنه في خلاص، الإنسان في العهد القديم كان في خلاص، كان بينتظر الخلاص حتى من الأعداء، من فرعون، من يعني لكن في حاجة اسمها خلاص. لكن الحاجة الثانية إن ما كانش الخلاص في العهد القديم منفصل عن العنصر الإلهي. يعني إيه؟ يعني الخلاص كان بقدر ما لهم علاقة بالله. كل ما كان الإنسان في العهد القديم يعيش مع ربنا، كل ما كان ربنا يديله نصرة وينجيه ويخلصه حتى من أيدي أعداء، والعكس. وكان في حاجة ما كانش بعلاقتهم مع الأحلاف القوية، يعني مثلا شعب إسرائيل لو راح يتحالف مع بعض الدول والله غضبان عليه ما كانش بينجو. لكن إمتى كان ينجو؟ كل ما يكون ليه علاقة مع الله. ويمكن الدليل الواضح قوي لما نيجي نحط داود قدام جلياط، منطقيا بالذهن البشري من رابع المستحيلات ان داود اللي وصفه الكتاب انه صبي صغير اشقر مع حلاوة في العينين، شاب صبي صغير كده حلو، مش ده اللي يقدر بقوته يقف قدام جلياط الرجل المتمرس الجبار. جلياط لما وصفوا الكتاب وصفوا على انه من عمالقة، كأنه من عمالقة الارض. وجي في الاخر داود قال ده، قال له انت تأتي الي بسيف ورمح وترس، وانا أأتي اليك
باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. فكان أمان وسلام شعب الله في العهد القديم هو في رضا الله عليهم، في أنهم عايشين في طاعة الله. والعكس، كل ما كانوا بيغضبوا ربنا، كل ما كانوا بيكسروا عهودهم، كل ما كان بيفقدوا خلاصهم ويسقطوا في أيدي الأعداء وينهزموا ويعيروا ويزبوا، الهيكل يتدنس إلى آخره. لكن الحقيقة الأنبياء ابتدوا يرفعوا ذهن الإنسان اليهودي إن في خلاص من الخطية، وده اللي قاله مثلا أرميا في الإصحاح الثالث: ارجعوا أيها البنون العصاة فأشفي عصيانكم، فقد أتينا إليك لأنك أنت الرب إلهنا، حقا باطلة هي الأكام ثروة الجبال. وبعدين يقول حقا بالرب إلهنا خلاص إسرائيل. وتكرر طبعا على لسان الأنبياء: كفوا وانظروا خلاص الرب، جيد للرجل أن ينتظر جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب. فالأنبياء وصلوا للإنسان أن الخلاص خلاص الرب، وتقال كده خلاص الرب، وامتلأت المزامير بتسبيح وتراتيل الخلاص، وكلها كانت خلاص الرب، كلها بترنم وتسبح بخلاص الرب. وفوق كل ده ابتدت النبوات تشير إلى أن هناك مخلص سيأتي. ومن أكتر الأسفار اللي أشارت لده سفر المزامير وسفر أشعياء، لدرجة أن سفر أشعياء بيسمى وكأنه الإنجيل الخامس. ليه؟ لأن أشعياء من كتر ما كتب وتنبأ كأنه عاش وكتب بعد مجيء المسيح. يعني لما تروحوا البيت افتحوا أشعياء 53 وقروا اللي كتبوا، اقروا أن الرب وضع عليه اسم جميعنا، هو بيتكلم مع المسيح عن المسيح، حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. لما تقروا الإصحاح 53 من سفر أشعياء النبي، أنا أعتقد أنه أشعياء نقل الذهن القديم بتاع الإنسان وشعب إسرائيل إلى أنه كل اللي احنا عشناه مش هو ده، لكن في مخلص هيأتي وخلاصه أن يحمل خطية كثيرين وأن يشفع في المذنبين، أن يضع الرب عليه اسم جميعنا، أن يضحكه الرب بالحزن. ووصف الصورة في إصحاح 53 وهو بيتكلم وكأنه جاء المسيح وتجسد وتألم وصلب، وأشعياء بيكتب بعدين. على هذا الرجاء يا الأحباء عاشت البشرية، وقال القديس بطرس: الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء. كل ده زي ما أنا بقوله لكم، سقوط الإنسان ثم أسفار موسى، والأسفار التاريخية كلها لم تخلو من الإشارات والرموز إلى المسيح، ثم الأنبياء، ثم فترة الصمت، ثم لما جاء ملء الزمان يقول لنا أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. بمجيء المسيح أيها الأحباء، منذ البشارة ارتبط باسمه الخلاص. يعني منذ مجيء المسيح وتجسده، الكلمة واللقب اللي ارتبط به هو المخلص، هو المخلص. عشان كده يقول الملاك للرعاة: ولد لكم في مدينة اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. ولما يوسف تشكك في حمل العذراء والملاك ظهر ليوسف، قال له: لا تخف أن تأخذ امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا
وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. لدرجة أنه الكتاب قال في إنجيل القديس يوحنا أن الله أرسل ابنه لا ليدين العالم بل ليخلص العالم. فالرسالة الأساسية في مجيء المسيح هي الخلاص. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك. ما هو عكس الخلاص إيه؟ الهلك. فلك هكذا أحب الله العالم، عمل إيه؟ حتى بذل ابنه الوحيد ليه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عشان كده في بداية خدمة المسيح يقول لنا في إنجيل القديس لوقا الإصحاح الرابع أنه بعد ما رجع بقوة الروح من الجليل ودخل المجمع في الناصرة يوم السبت، وفي بداية خدمته الجهارية يبتدي يستعلم في الخدمة بعد ما رجع من الجبل، وبعدين دفع إليه السفر أشعياء ليقرأ. لما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين إلى آخره، وأكرز بسنة الرب المقبول. فعايز يقول لهم أنا هو الذي تنبأ عنهم أشعياء وقال إن المسيا لما يجي، وقال الكلمات دي في سفر أشعياء: روح الرب علي لأنه أرسلني إلى آخره. فيجي المسيح في البداية مفيش أوضح من كده، كأنه بيقول أنا الذي تكلم عنه أشعياء، أنا الذي جئت لأبشر المساكين، لأرسل المنصحكين في الحرية، لأكرز بسنة الرب المقبولة. لأنه زي ما قلت لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. عايز أقول بس عشان الوقت ثلاث حاجات. الحاجة الأولى ماذا فعل المسيح؟ الحاجة الثانية لمن فعل المسيح؟ الحاجة الثالثة كيف ننال مما قدمه؟ كيف ننال ما قدمه لنا المسيح؟ النقطة الأولى ماذا فعل المسيح؟ يعني إيه؟ لما أجي أتكلم عن الخلاص هقول لكم 3-4 نقط واضحين عشان ما انتهش. أول حاجة بيشمل الخلاص غفران الخطايا والتبرير. تاني حاجة بيشملها الخلاص المصالحة مع الله. تالت حاجة عطايا الخليقة الجديدة، وطبعا على رأسها وبتكتمل بنوال ميراثنا المحفوظ لنا من قبل إنشاء العالم ملكوت السماوات. عشان كده عايز أقول 4 حاجات: غفران الخطايا والتبرير، المصالحة مع الله، أن نحيا في عطايا الخليقة الجديدة، أن يكون لنا أن نرس ملكوت السماوات. ده اللي عمله المسيح. ولو ذكرنا بعض الآيات من غير ما طول هنلاقي إن محدش كان يقدر يعمل ده طبعا غير المسيح. محدش يقدر يبررنا وهو غير بار. يعني مين يبررنا؟ البار هو اللي يقدر يبررنا. لكن كل الإنسان في تاريخ العهد القديم والأنبياء فيش حد بلا خطيه، وقال كده الكتاب: الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. فيش حد بلا خطيه إلا واحد، يسوع المسيح الذي شابهنا في كل شيء ما خلى الخطيه واحده. فمحدش يقدر يبرر إلا البار، ومفيش بار غير واحد، يسوع المسيح. عشان كده ما كانش يمكن أن يقدم لنا البر ولا يبررنا أحد إلا يسوع المسيح. فأول حاجة غفران الخطايا. غفران الخطايا محدش قدر يقول مغفورة لك خطاياك إلا هو يسوع المسيح. محدش يقدر يقول مغفورة لك خطاياك. ليس لأحد سلطان أن يغفر الخطايا إلا الله. عشان كده قال لهم لما جاء في معجزة المفلوج: لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا في الأرض أن يغفر الخطايا، لك أقول قم احمل سريرك وامشي. وقام حاملا سريره ومشى، وده كان دليل على أن بالفعل خطاياه غفرت. لكن الحقيقة أنه قال لنا الكتاب علشان
يغفر الخطايا عمل إيه؟ أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. أسلم، أسلم نفسه، أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. عمل إيه؟ أخذ الخطايا وقبل الحكم وقام منتصرا فأعطانا البر. كده أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. عشان كده يا أحبائي، في جسد الرب ودمه قوة غفران الخطايا. عشان كده النهاردة في القراءات لما ترجعوا لإنجيل القداس الصبح قال لهم كده، قدم جسده وأداهم الكأس دمه وقال يسفك عن كثيرين لغفران الخطايا. فالمسيح بسلطان لاهوته قدم الغفران وقبل في نفسه حكم الموت وأسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرا. وقال لنا خدوا الجسد والدم اللي بيحمل قوة الغفران، أنا بديه لكم. الحاجة الثانية التبرير، قلتها في وسط الآيات، أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. المصالحة اللي عملها المسيح قال عنها القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا الإصحاح الخامس العدد العاشر، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. المصالح، وبنصلي في صلاة الصلح في القداس الغرغوري وبيشرح لنا، بتشرح لنا صلاة الصلح كيف تمت المصالحة، والحاجز المتوسط نقضته، والعداوة القديمة هدمتها، وأصلحت الأرضيين مع السمائيين، وجعلت الاثنين واحدا. رقم ثلاثة، عطايا الخليقة الجديدة. الخليقة الجديدة بناخدها ازاي؟ قال لنا القديس بولس الرسول، فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، الحياة الجديدة. يعني ما كانش يمكن أن نأخذ عطايا الخليقة الجديدة إلا بموت وقيامة يسوع المسيح. طب إزاي ناخدها؟ إزاي نأخذ عطايا الخليقة الجديدة؟ هو القديس بولس الرسول اللي قال لنا، فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، في الحياة الجديدة. طبعا آخر حاجة ميراث ملكوت السماوات، ما حدش يقدر يقول رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم إلا الملك، زي ما بيقول في متى 25، تعالوا إلي يا مباركي أبي رسل الملك لك المعد لكم منذ تأسيس العالم. فدي العطايا اللي قدمها المسيح لخلاص الإنسان، غفران الخطايا، التبرير، المصالحة مع الله، الخليقة الجديدة، وأعطانا ميراث ملكوت السماوات. لكن النقطة الثانية، لمن قدم المسيح هذا؟ لينا احنا بس؟ بس احنا بس وحد تاني؟ لا، قدموا لمين؟ العالم كله. ظهرت نعمة الله المخلصة للجميع، هكذا أحب الله العالم. يبقى اللي قدمه المسيح قدمه للعالم كله، قدمه للعالم كله. لكن النقطة الثالثة والأهم، كيف ننال ما قدمه المسيح؟ هنا لما يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، وبعدين يقول إيه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به. إذن العطايا والخلاص قدم للجميع، قدموا المسيح للجميع، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا. مين؟ نحن البشر. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس
ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب إلى آخره. فالمسيح قدم الخلاص للعالم كله، لكن يبقى من يقبل هذا، من يقبل هذا لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لكن هختم بحاجة بس توضيحية، إنه صحيح الإيمان هو الأساس، وبدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، وأن الذي يأتي إلى الله لابد أن يؤمن أنه موجود. لكن خلي بالكم إنه إيماننا بحسب التعليم الكتابي وإيمان كنيستنا ليس إيمانا نظريا. فعش واحد يقول أنا أؤمن وتلاقي حياته كلها بعيدة عن الله. أبسط حاجة أقولها، لما قال لنا من آمن واعتمد خلص، العطايا اللي ادهلنا المسيح نحياها بالإيمان، بس نحياها، نحياها بالإيمان بس نحياها. يعني أنا أؤمن بالذبيحة وبقدرة وبسلطان الله وبما يقدمه لنا في جسده ودمه، أنا أؤمن أن أنا هنال غفران الخطايا والحياة الأبدية، بس لازم أكون بشترك في الذبيحة. أنا أؤمن أن في المعمودية بموت وأقوم مع المسيح وبنال عطايا الخليقة الجديدة، بس ما ينفعش أؤمن ولا أعتمد. اللي عايز أقوله لكم أن الخلاص قدمه لنا المسيح، مين اللي ياخده؟ بالإيمان وبالحياة فيما قدمه لنا المسيح، عطايا الخليقة الجديدة، التبرير، الغفران، المصالحة، العطايا اللي ادهلنا المسيح من أجل خلاصنا. وبالتالي الإنسان في الآخر هو اللي ليه الاختيار. بس عايز أقول لكم بقى جملة وآية في الآخر، إنه هذا الخلاص عظيم جدا، وما قدمه لنا المسيح فداء لنا. لكن يحذرنا القديس بولس الرسول، والحقيقة لازم يحذرنا، يقول لنا كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدر. ما ينفعش بعد اللي عمله المسيح إن إحنا نهمله. الحقيقة أنا يعني بنتهز هذه الفرصة لأرسل تهنئة الأبروشية باسم وباسم الآباء الكهنة وكل شعب الأبروشية، تهنئة عيد القيامة إلى قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسي، وإلى كل الأحبار الأجلاء مطارنة وأساقفة الكنيسة في كل مكان، وإلى كل الآباء الكهنة والشعب والآباء الرهبان والراهبات وكل شعب الكنيسة في كل مكان، نرسل تهنئتنا بعيد القيامة المجيد خريستوس أنستي آليسوس أنستي، كما نرسل تهنئة لقناة ميسات وعلى رأسها نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا مدير القناة، وكل الأحباء الذين تعبوا في نقل هذه الصلاة مباشرة على قناة ميسات، بنهنئهم بالعيد وبنشكرهم على تعب محبتهم. وفي هذه الأيام المباركة نرفع صلاة من أجل العالم ومن أجل بلادنا، أن يرفع الرب عن العالم الحروب وويلاتها والغلاء، وأن ينعم لنا بالسلام، وأن يحفظ بلادنا وكل القائمين عليها. كل سنة وحضراتكم طيبين. لإلهنا كل المجد والكرامة في كنيسته الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين.